السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أبو ظبي للمطارات برئاسة سعادة أبو بكر صديق الخوري والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان نائبا للرئيس. نص القرار على عضوية كل من أصحاب السعادة والسادة محمد حمد الهاملي وعبد الله عبد الحميد الساهي وسعيد راشد الزعابي وتوني داغلاس وهشام ملك خالد. أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بزيادة رواتب الموظفين المواطنين في حكومة الشارقة اعتبارا من أول يناير المقبل لجميع الفئات والكوادر سواء للدرجات العليا وغيرها بتكلفة مالية قدرها 600 مليون درهم. أعلن ذلك سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، ورفع أسمايات الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمته بزيادة رواتب موظفي الحكومة، والتي تأتي استكمالا لسلسلة مكارم سموه السخية لأبنائه وإحاطتهم بالرعاية الأبوية الصادقة ومواصلة جهوده لتوفير أعلى مستويات الحياة الكريمة والرفاه المعيشي لهم. وقال إن إمارة الشارقة سبقة بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة في طرح وتنفيذ مبادرات السعادة ذات الأثر الإيجابي على موظفي حكومة الشارقة وأبناء إمارة الشارقة على حد سواء. تساهم هذه المكرمة في تحفيز الموظفين على بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاجية بأعلى مستويات الجودة والاتقان في العمل ورفع مستويات الرضا لدى الأفراد للاستعداد لمواكبة متطلبات التنمية الشاملة في المراحل المقبلة ودعم مسيرة النهضة والتطور في الإمارة. كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم هيئة البيئة والمحمية الطبيعية في الإمارة. يقضي القانون بأن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها على أن يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز لها بناء على موافقة المجلس التنفيذي أن تنشئ مكاتب وفروعا لها في باقي مدن ومناطق الإمارة. حدد القانون أهداف الهيئة في حماية البيئة والحياة الفطرية وتنوعها البيولوجي في بيئتها الطبيعية ومواطنها وتحقيق التنمية المستدامة في مجال البيئة والحياة الفطرية. هذا ويلغى القانون رقم 6 لسنة 1998 بشأن إنشاء هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة على أن يستمر العمل بجميع الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو تلغى بموجب هذا القانون القرارات الصادرة بموجبه، كما ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 72 لسنة 2017 بشأن اختصاصات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. نص المرسوم الأميري على اختصاصات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في سبيل تحقيق أهدافه، والتي تشمل الإعداد والتنظيم لكافة الفعاليات الإعلامية الخاصة بالحاكم وولي العهد ونواب الحاكم والمجلس التنفيذي أو من ينوب عنه، وتزويد وسائل الأعلام المختلفة بالأخبار المتعلقة بهم والإشراف على إصدار المطبوعات والمواد الإعلامية المتعلقة بأوجه نشاط الإمارة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. ووفقاً للمرسوم الأميري يعتبر المكتب المرجع الإعلامي الأساسي لكافة الجهات العاملة في الإمارة.
أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة أن الجامعة بدأت في التحول إلى جامعة بحثية شاملة لتسهم في وضع حلول مبتكرة لخدمة المجتمع مع المحافظة على المستوى الأكاديمي العالي لبرامجها الدراسية. جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها في حفل تخريج دفعة فصل الخريف لعام 2017 من الجامعة الأمريكية في الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة الذي أقيم صباح اليوم في قاعة المدينة الجامعية. استعرض سموه بهذه المناسبة تاريخ نشأة الجامعة وما بذله من جهد شخصي حتى تمكن من الانتهاء من بنائها في وقت قياسي. أكد سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على توفير الحياة الكريمة لأبناء مجتمعنا من المواطنين وأسرهم، واهتمام سموه الشخصي بكل ما من شأنه تطوير مستوى معيشتهم وترقيتها للأفضل سعيا نحو مجتمع مستقر ومحقق للنمو المستمر والجودة في الأعمال، كما وأشار إلى أن ذلك من شأنه توفير الاستقرار للأسر وتطوير أداء العاملين في حكومة الشارقة لأعلى مستويات الأداء الوظيفي. أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الاهتمام بأبنائه من المواطنين وحرصه الشخصي على توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم ومتابعة سموه الدائمة لتطوير الكوادر العاملة من المواطنين. وقال سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة إن المكرمة السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة والتي أعلن عنها بزيادة رواتب ومخصصات الموظفين من المواطنين في حكومة الشارقة تعكس متابعة سموه الدائمة لكل ما يهم حياة المواطنين وعيشتهم، وذلك عبر الدراسات المتخصصة التي شملت جميع الجهات الخاصة بالتنمية البشرية والجوانب الإدارية والمهنية. كما أكد سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أن المكرمة السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تعكس اهتمام سموه بأبنائه من المواطنين والمواطنات العاملين في جميع دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة ودعم سموه المتواصل لهم بما يحقق الاستقرار الوظيفي والمهني لهم وينعكس إيجاباً على الأداء الوظيفي ومن ثم تطوير الدوائر وتحقيق أهدافها في خدمة المجتمع. استقبل فخامة قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك بحضور معالي رشيد ميريديوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان. نقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى فخامة الرئيس التركماني تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وتمنيات سموهم للشعب التركماني دوام التقدم والازدهار. وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد أمس في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى تركمانستان سبل تطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي المشترك بين دولة الإمارات وتركمانستان في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس في عشق أباد اجتماع اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وتركمانستان، وقال سموه في كلمته خلال الاجتماع إن هذا الاجتماع فرصة ثمينة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية التي تعتبر منصة فعالة لبحث الاقتراحات والحلول العملية للارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين. وثمن سموه استضافة تركمانستان لأعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة بين البلدين، متمنيا سموه أن تكلل أعمال هذه اللجنة بالنجاح في الوصول إلى الأهداف المنشودة التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وعقب ذلك وقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان وقع على بروتوكول اللجنة المشتركة الثانية
بين دولة الإمارات وتركمانستان، وشهد سموه ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية تركمانستان التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة تركمانستان. وفي سياق متصل، عقد سموه اجتماعا ثنائيا مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وتركمانستان. أكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن حيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية أن أولوية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في إيجاد الحلول الناجحة والجذرية لأسباب تجمع مياه الأمطار من خلال توسعة مجاري الأودية والقنوات المائية وغيرها من الحلول، لتكون بذلك أكثر فعالية وقدرة على استيعاب أكبر قدر من مياه الأمطار والتي تسقط بغزارة وخلال فترة زمنية قصيرة. جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمعالي برفقة عدد من المسؤولين بالوزارة، تفقد خلالها البنية التحتية والقنوات المائية والطرق الاتحادية في مناطق الساحل الشرقي من الدولة للوقوف على كفاءتها بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها هذه المناطق خلال الأيام الماضية. افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة أمس فعاليات الدورة التاسعة من معرض بيئة مسؤوليتي الوطنية، والذي يستمر 4 أيام بحديقة الخور في دبي. يشارك في دورة هذا العام إلى جانب وزارة التغير المناخي والبيئة بلدية دبي وبلدية الفجيرة وهيئة البيئة أبوظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي. خلال مراسم الافتتاح أكد معالي بأن دولة الإمارات تعتبر نموذجا فريدا في الحفاظ على البيئة وحمايتها، حيث تبوأت مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي لما حققته من إنجازات متميزة في مجال الحماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية. شهد الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية مساء أمس الأربعاء حفل العرس الجماعي التاسع ل74 عريسا من منتسبي الوزارة، والذي أقيم تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونظمته الوزارة ممثلة بإدارة العلاقات العامة بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع في نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي. وبهذه المناسبة أكد الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية في تصريح له أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات حرصت على تشجيع وإقامة الأعراس الجماعية دعما للشباب المقبلين على الزواج لبداية حياة جديدة دون أعباء مالية تتعلق بتكاليف الزواج، وتعمل في الوقت نفسه على ترسيخ قيم التكافل في المجتمع. وألقى الشيخ الدكتور وسيم يوسف إمام وخطيب مسجد الشيخ زايد الكبير كلمة توجيهية للمشاركين في العرس الجماعي، أشار فيها إلى الانتقال من حياة العزوبية والانفراد إلى بيئة يسكن فيها تسودها روح الحب والمودة وتكوين أسرة جديدة وسعيدة. كما اشتمل الحفل الذي تخللته هذه جوار قصات شعبية إماراتية قدمتها فرق العيالة والحربية على كلمات بالمناسبة وقصيدة شعرية وعروضا لفرقة موسيقى الشرطة. كرم سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي في مكتبه فريق عمل مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي الحاصل على جائزة أفضل جهة حكومية من مركز اتصال حكومة أبوظبي في سرعة الرد والتواصل مع المتعاملين مع أكثر من 15,000 حالة واردة، والتي شملت الاستفسارات والبلاغات والشكاوى على مستوى حكومة أبوظبي. أكدت شرطة أبوظبي حرصها على تقديم خدمات متميزة لجمهور مهرجان الظفرة لمزاينة الإبل وتعزيز سلامة العامة على نحو يسهم في نجاح فعاليته. وقال العميد سهيل صعيد الخيالي مدير مديرية شرطة الظفرة إن إسعاد المتعاملين من ضمن الأولويات التي تهتم بها شرطة أبوظبي، لافتا إلى أن المهرجان يشكل قيمة تراثية تعكس الوجه الحضاري لإمارة أبوظبي في مثل هذه الفعاليات وتعزيز الرضا بالبرامج والخدمات أو الخدمات الشروطية المتطورة.
افتتحت مبادرة زايد العطاء المستشفى الإماراتي المصري الميداني التطوعي في محافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية بهدف تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للمرضى المعوزين من الأطفال والمسنين بإشراف فريق طبي وجراحي إماراتي مصري تطوعي. في هذا السياق أوضح الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات، أوضح بأن قوافل زايد الخير ستواصل تنفيذ مهامها ومشاريعها الإنسانية في القرى المصرية، مثمناً الجهود التطوعية للكوادر الطبية والجراحية الإماراتية المصرية التي تشكل نموذجاً مميزاً للعطاء الإنساني بهدف التخفيف من معاناة المرضى المعوزين وتوفير أفضل سبل العلاج والدواء. تأتي هذه الخطوة في إطار حملة العطاء المليونية الإنسانية ضمن فعاليات عام الخير. اقتصادياً، اختتم المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسة اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع على تراجع متأثراً بهبوط القيادات تتصدرهم الطاقة. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.23% على غرار سوق دبي المالي الذي تخلى عن مكاسبه الصباحية وأنهى جلسة اليوم على تراجع وسط عودة عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم القيادية. كما وتراجع المؤشر العام في جلسة اليوم ب 0.14%. نتابع. كما وإليكم درجة الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقعة اليوم الغد بإذن الله. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله.